مدينة الزبيد الواقعة في محافظة الحديدة تشكل موقعاً ذا أهمية أثرية وتاريخية استثنائية. أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى وادي زبيد الذي يتوسط السهل التهامي. اتسمت المدينة بأهمية كبيرة في العالم العربي والإسلامي طيلة قرون من الزمان بفضل جامعتها الإسلامية وازدهارها الديني خلال فترة حكم الدولة الزيادية في القرن الثالث الهجري، مروراً بالدولة النجاحية والمهدية والأيوبية حتى ذاع صيتها في عهد الدولة الرسولية وتحديداً في القرن السابع الهجري. ينتمي سكانها إلى قبيلة الأشاعر قوم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري الذي وفد على رسول الله وأعلن إسلامه، ثم خرج إلى قومه في السنة العاشرة من الهجرة ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبنى لهم جامع الأشاعر، فكان أول مسجد يبنى في تهامة وثالث مسجد بني في اليمن بعد الجامع الكبير بصنعاء وجامع الجند في تعز. يوجد في مدينة زبيد حوالي 85 مدرسة علمية إسلامية كانت تضم كافة المدارس الفكرية والدينية التي تمثل المذاهب الإسلامية المختلفة، وتعتبر من أشهر المراكز الفكرية العالمية ليس في اليمن فحسب بل على مستوى العالم الإسلامي. ولا تزال بعض تلك المدارس موجودة بمسمياتها الحقيقية لتوصف زبيد بأنها مدينة العلم والعلماء. أول من وضع سوراً على مدينة زبيد هو الحسين بن سلامة الذي يعد أحد أمراء الدولة الزيادية على تهامة، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري. لمدينة زبيد أربعة أبواب: الباب الشرقي ويسمى باب الشباريق، والباب الجنوبي ويسمى باب القرتب، والباب الغربي ويسمى باب النخل نسبة إلى حدائق النخيل وكان يسمى بباب غليفقة، وأما الباب الشمالي فيسمى باب سهام نسبة إلى وادي سهام. في عام 1993 أدرجت اليونسكو مدينة زبيد في قائمة التراث العالمي، ولم يكن ذلك مقتصرا على مكانة فنها المعماري والمدينة الأثرية، بل من أجل مخطوطاتها التي بلغت نحو 4000 مخطوطة. بسبب التهديدات المتعلقة بالتنمية وإدخال أشكال البناء الحديث على المدينة الأثرية، وضعت اليونسكو حاضرة زبيد التاريخية على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. وزادت مصائب المدينة بسيطرة ميليشيا الحوثي عليها متخذة من سكانها دروعا بشرية، بالإضافة إلى العبث الحاصل في الإرث الإنساني والحضاري لمدينة زبيد من خلال تشويه المباني الأثرية بشعار الموت الذي لا يهدد جيل الحاضر فحسب، بل طال عبثه تاريخ زبيد المشرق.